الحمد لله وثنى لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنك عفو حليم كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعد منفقنا خلفا، اللهم أعد منفقنا خلفا، اللهم أعد منفقنا خلفا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.